لاحظ، خلينا نكون واقعيين أكثر. الحقيقة إحنا أبناء التجربة، عشنا سنوات طويلة تحت النظام السابق وشهدنا الاحتلال. تبرير العراق ليس أول دولة تحتل طبعا، خصوصا في هذا القرن الماضي والذي سبقه، ولكن غياب الإرادة الوطنية للذين تعاونوا وتعاملوا مع المحتل هو اللي أوجد هذا يعني المناخ السياسي الفاسد والرحم الذي ينتج الفساد، واللي شماعة الأخطاء أنه هي محاصصة وما شابه ذلك، وأنه المحتل أتى بها. هذا صحيح قد يبدو في سياق الحديث وطرحه على العامة، ولكن في التفاصيل لو توفرت هذه الإرادة الوطنية وأنه هذه القوة الإسلاموية المتسترة بالمذهب وبالطائفة الحقيقة فسحت المجال لكل القوى الأخرى من مدنية وعلمانية ما شابه ذلك، وعدم اختزالها بمسميات مرجعية وإلى آخره، وبالتالي يساق من خلال هذه البوابة للتبعية الإيرانية. هذا هو التسلسل اللي حصل. من جاء بذلك هي قوى الإسلام السياسي الشيعي تحديدا. قوى الإسلام السياسي السني وصفت بمحطتين، واحدة من عندها رعاية الإرهاب كالقاعدة وما شابه ذلك، والحزب الإسلامي إخوان المسلمين كان ضعيفا إلى حد ما، تابع إلى حزب الدعوة في العراق. هذا التحليل يجب أن يطرح، هذه صراحة تاريخية. إذن ليس هو المحتل مسؤول بشكل مباشر عما وصلت إليه الأوضاع. هل منعت أمريكا مثلا أحدا يبني مستشفى في البصرة أو في العمارة أو أن يرصف الطرقات؟ هل منعت أمريكا من قيام على سبيل المثال أو بريطانيا؟ لكن الذي منع هو إيران. نعم هسه بعض الإيرانيين أو اللي هم محسوبين على العراق يقولون أمريكا هي منعت جي إي من القيام بتحسين الكهرباء، هذه كذبة وفرية. جي إي حتى تحصل العقد معناها، وأنا مختص في هذا المجال 15 سنة تخليك على الويت حتى تقدر، فمو بحال العراق. أقول هذا السياق اللي يريدون يذرون به الرماد بالعيون ويجدون تبرير للخطايا والجرائم اللي ارتكبوها بحق الشعب العراقي من قتل وفساد وتهجير وما شابه ذلك لن تنفعهم في آخر المطاف. نظامهم خوى من الداخل، والسيد الصدر الحقيقة عمل على تقوية القتلة والميليشيات والفاسدين عندما أهداهم هدية كبرى اللي هي مقاعد اللي كان يمتلكها، وبالتالي الآن هو في حيرة من أمره. فعن أي حوار يتحدثون؟ حوار فيما بينهم، هذا حوار الطرشان. طيب يعني الكاظمي يعني ماذا سوف يخرج الحوار مثلا على سبيل المثال؟ شنو اللي راح يطرح؟ اللي يطرح أنه خلي نرضي الصدر ونعرض عليه وزارات. أنا أتحدث بصراحة كقوة معارضة، أتحدث بصراحة لا نجامل، خلي نعرض عليه وزارات، وأنه رئيس الوزراء خلي يجي بالتوافق إحنا وياك وتمشي المركب.